تحت رعاية سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، نظمت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أمسية رمضانية بمناسبة احتفال الجمعية بمرور عشر سنوات على تأسيسها. وقال الزياني إن مرور عشر سنوات على تأسيس الجمعية يعكس مدى ارتباط وتعاون القطاعين العام والخاص في سبيل تعزيز وتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للخروج بأفضل المبادرات و لتحقيق النتائج المرجوة كما أكد الوزير حرص وزارة الصناعة والتجارة على مشاركة مسيرة تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتذليل الصعاب وتسهيل الإجراءات لخلق بيئة عمل ريادية جاذبة للأعمال ومحفزة لنمو المؤسسات واستدامتها. واكد الوزير بان لجمعيه تنميه المؤسسات الصغيره والمتوسطه دورا ملموسا كاحد اركان بيئه رياده الاعمال في مملكه البحرين من حيث المبادرات والبرامج والفعاليات التي تطلقها التي تواكب باستمرار المتغيرات والاحتياجات التي تستفيد منها شريحه كبيره من المؤسسات ورواد الاعمال